الدور الآلية السقوط بمدينة فاس للنواب المحترمين عزيز البار محمد صمصام، ميمون جوهري، محمد كوسكوس، أمينة إدريسي، إسماعيلي، ومحمد سالم الدار، فريق اتحاد الحركات الشعبية. فليتفضل أحد النواب لإلقاء السؤال. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، سيدات والسادة النواب المحترمين. هذا السؤال شفوي آني حول الدور الآلي بالسقوط والكارثة اللي وقعت يوم الجمعة في هذا الشهر الحالي. تشكل فاس الهوية المغربية حضاريا وثقافيا محليا وعالميا، ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مآثرها والدور لا سيما الآيلة منها للسقوط. رغم الإحصاءات والإنذارات من طرف الساكنة والمسؤولون المحليين، وبالتالي حدوث انهيارات آخرها المنزل الذي انهار على المسجد أثناء أداء صلاة الظهر يومه الجمعة، فإيجاد الحلول الملائمة شيء ضروري لتفادي المزيد من الضحايا. فالسيد الوزير، ما هي التدابير المتخذة لإنقاذ مدينة فاس عموما والدور الآلية للسقوط على الخصوص؟ ما هي حقيقة الحادثة التي وقعت مؤخرا بمدينة فاس؟ وكيف ستعالجون هذا الوضع لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث؟ وشكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد، بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، السادة الوزراء، حضرة سيدات السادة النواب المحترمين، سبق لي منذ أسبوع أن أجبت عن هذا السؤال وأعطيت كل الإيضاحات المتعلقة بالأرقام الكبرى والتدابير المستعجلة التي تم اتخاذها على المستوى المركزي والمحلي. ومنذ الإجابة الأسبوع الماضي إلى اليوم، هذا السؤال ديالكم سيد النائب المحترم يعطيني الفرصة والإمكانية لإعطائكم كذلك ما تم القيام به خلال الأسبوع من يوم الثلاثاء الأربعاء الماضي إلى اليوم. أذكر أنه نشتغل اليوم في الحالة ديال فاس على جوج واجهات. أولا، الواجهة الأولى إيقاف مسلسل تداعي البنايات المهددة بالانهيار. في هذا الموضوع هذا أذكر أنه السيد الوالي ديال الجهة بتعاون مع البلدية والإدارات المتدخلة أحدثوا 5 ديال الوحدات ديال اليقظة والمتابعة على مستوى 5 ديال الدوائر ديال المدينة العتيقة لفاس، ومعهم مكاتب ديال الدراسات متخصصة من أجل المتابعة ديال الوضع. كذلك هذه المجموعات 5 يشتغلون 7 أيام في الأسبوع دون انقطاع من أجل متابعة الوضع، وكذلك من أجل انتقاء الإمكانية ديال التدخل العاجل. ثانيا، دائما في المسلسل او في الافق ديال ايقاف هذا المسلسل ديال التداعي، هناك حمله تستعد لها البلديه، حمله لتنظيف الخراب ديال مدينه فاس. والسيد النائب، انتم تعلمون ان الموضوع ديال الخراب كيف له تاثير مباشر على الموضوع ديال البنايات الآلية للسقوط. كذلك هناك مجهود استثنائي تقوم به السلطات العموميه بتعاون مع البلديه فيما يتعلق بدعم البنايات. من الاسبوع، من نهار الاربعاء فاش جاوبت على السؤال اليوم، تم دعم 22 بناية، وهذا العمل يتم بوتيرة مسترسلة ويقوم عليها ويتابعها شخصيا الوالي ورئيس البلدية، وكيديروا اجتماعات يومية في عين المكان. هذا الموضوع الأول. فيما يتعلق بالموضوع الثاني واللي هو أساسي، وهو التنفيذ العاجل والمستعجل ديال البرنامج الذي تم تقديمه لصاحب الجلالة نصره الله خلال شتنبر الماضي، والذين كما تعلمون القدر ديالو 132 مليون درهم ويهم 4800 أسرة. فيه جوج ديال الأشياء: المنازل اللي ما فيها من عتقوا بالدارجة واللي خصهم لها يكون لهم إعادة الإسكان. نحن اليوم بصدد إنهاء الترتيبات من أجل اقتناء 600 شقة اللي غادي تتباع بشروط وأتمينة تفضيلية لهؤلاء السكان حسب الطاقات الادخارية ديالهم. أما العمارات اللي ممكن أنها تدعم أو تكون هناك تقوية الهياكل ديالها، فهناك اليوم هذا النهار كان اجتماع في الوزارة حول هذا الموضوع، وتم الرصد اليوم 2 ملايين ديال الدرهم كدفعة أولى من أجل الشروع في تنفيذ هذا البرنامج اللي كنقول انه العدد ديالو 132 مليون درهم. كذلك
السيد الوالي والسلطة المحلية والمنتخبين هم الآن بصدد القيام بواحد الحملة تحسيسية لفائدة المقاولات ومكاتب الدراسات. وراك تعرف السيد النائب أن لا المقاولات ولا مكاتب الدراسات ما بقاوش كيبغيو يدخلوا لهذا النوع من الأوراش نظرا للخطورة اللي كترتب على التدخل في هذا النوع من النسيج. كذلك عندنا اجتماع سيد النائب، ونتمنى أنكم تكونوا إن شاء الله كالعادة ديالكم مواظب في الاجتماعات من هذا النحو. نهار الثلاثاء المقبل كاين اجتماع في مدينة فاس ما بين العامل والوالي ورئيس البلدية والمنتخبين والمسؤولين ديال الوزارة من أجل تدقيق المراحل المقبلة. كذلك أود أن أقول أن هناك اجتماعات يومية في مدينة فاس يترأسها يعني مكونة من طرف المكونات ديال المنظومة المحلية، وأتابع أنا الموضوع شخصيا يوما بيوم عبر أو بواسطة الممثلين ديال الوزارة في عين المكان. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. هل هناك من تعقيب سلبار؟ كما تعلمون سيد، كما قلتم سيد الوزير، 133 مليون ديال الدرهم جد مستعجلة، ولكن كنت عارفوا بأن ما يزيد عن 1200 بناية مهددة بالسقوط في أي لحظة. صوت عاود 1200 بناية مهددة بالسقوط في أي وقت، نظرا لكثافة السكان التي تفوق 80,000 نسمة داخل الأسوار. إذن هنا أصبح المواطن إن دخل بيته خاف وإن خرج خاف من جل المشاكل تنعرفه. إحنا ما هدروش على المشاكل الأخرى. تقادم شبكات الواد الحار، عارفين المشاكل ديالها، انعدام الإنارة وبالتالي تكاثر الإجرام بسبب الهجرة وقلة الشغل وكثرة البطالة تؤدي إلى الجهل، فكاد الفقر أن يكون كفرا. مشكل الأزبال والنفايات سيد الوزير، وبعلمكم بعلم الحكومة ككل، هذا مشكل جد عويص. أمام هذا كله فإن نتسائل عن مصير الإعانة المتكررة التي منحت من أجل المساعدة والتخفيف، وهذه الوضعية التي منحتها اليونسكو واليونسكو والمنظمات العالمية والتي تفوق 11 مليار. أما نشير على المساطر المعقدة التي تفرضها قوانين استغلال أملاك الأحباس والتي تعيق كل محاولة الترميم والإصلاح، عملا أن جل الدور والمتاجر التي لم تكن كلها توجد في ملكية نظارة الأحباس. هذه كلهم مشاكل عويصة. ولعل توالي الزيارة الملوية الكريمة لهذه المدينة يظهر مدى اهتمام جلالته بهذه المعلمة العتيقة ومدى حرص جلالته على إعادة مجدها العتيق. وبهذا من هذا المنبر ندق ناقوس الخطر من هذا المنبر ونحذر من عواقب جد خطيرة هذه الوضعية التي تعيشها عاصمة. الله يخليك صوت سيد الرئيس، ما كاينش صوت ما كاينش سيد الرئيس. من عواقب هذه الوضعية التي تعيش عاصمة المولى إدريس، ونناشد جميع أبناء هذه المدينة ومنهم الوزراء ورجال الأعمال اللي خواوا هذه البلاد وسمحوا فيها من أجل رفع الحصار عن هذه المدينة المنكوبة. من أجل ذلك فإننا نطالب بتدخل جد سريع ومستعجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا فالعواقب ستكون جد وخيمة والحصيلة أثقل. ومن هذا المنبر تنقول الحكومة والسيد الوزير بأن هذه المشاكل كلها راها ماشي لأول مرة، وراها في علم السيد الوزير راها ماشي أول مرة يوقعوا انهيارات وقتلى وموتى. إذن هذه المدينة حنوا عليها، وهذا نداء من الحكومة ومن جميع المواطنين من جميع الوسائل. وهنا للتذكير فقط، ما حصل اليوم في مدينة فاس ما حصل دائما مشكل، ما نقولش الإجرام، ولكن بعض المشاكل اللي وقعت اليوم وراهم مجتمعين اليوم في الولاية عاود داروا مسيرة، وراه السلطات المعنية راها تتصيب باش تحل المشاكل مع المواطنين، وغادي دير اجتماع معهم خاص إن شاء الله نهار الجمعة يومه الجمعة لوجود حلول للمشاكل اللي هي مشاكل اللي فاس بوحدها. أي في المشكل ديال إعانة الأمنية تعطات السيد النائب المراكش تعطات المراكش والرباط والقنيطرة والدار البيضاء وتنسات فاس. لماذا دائما فاس منسية؟ حقيقة الأمن تيدي كل ما فجهده، ولكن كما تنعرفوا المشاكل جد عويصة وخاصة في المدينة العتيقة وداخل الأسوار وخارجها، فنناشد الحكومة بإعادة النظر وإسراع إيجاد حلول لهذه المشاكل لمدينة فاس. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب. تفضل سيد الوزير.
شكرا السيد الرئيس. فقط بعض الجمل قلتي ألف أنا أولا فيما يتعلق بالشكل والمضمون أنا متفق معكم والنداء في الواقع أنا رفتالي غنسالي هذا التعقيب وتانا غنوجه نداء آخر. مدينة فاس فيها 1200 بناية ولكن اللي كان خص نستحضروه وهو الخطورة ديال فاس تتعدى 1200 بناية والربع آلاف وثمانمائة أسرة المهددة، لأنه مدينة فاس مدينة في عمرها 12 القرن والذي ليس اليوم هو مهدد بالانهيار. إلا بقينا على هذا الوضع ديال الكثافة ارتفاع الكثافة وانعدام الصيانة راه سوف يصبح غدا مهدد بالانهيار. هذا رقم ليس قار، هذا هو الخطورة ديال فاس وديال البنايات المهددة بالانهيار بمدينة فاس. 4800 أسرة مرشحة أن تكون أكثر إلى ما تداركناش وتحكمنا في الوضع بالسرعة والنجاعة الكبيرة. أنا هنا فين كان اختلف معك أن مدينة فاس منسية أبدا. صاحب الجلالة مر بمدينة فاس وأعطى الانطلاقة لعدة مشاريع كبرى ديال الإسكان. أنا كان هضر على الموضوع اللي أنا اللي هو موضوع سؤالكم، عدة مواضيع ديال الإسكان، وأعطى لأول مرة أول مشروع في المغرب يهم رد الاعتبار للبنايات المهددة بالانهيار بالحجم ديال 4800 أسرة، وهذا شيء يجب أن نعطيه يعني المحط ديال الافتخار ديال السكينة ديال فاس كلها. كذلك جاركم السيد الوزير الأول ومعه مجموعة ديال الوزراء والتزم معكم أنه سوف يتدخل وسوف تتدخل الحكومة من أجل الوضع أو إنقاذ الوضع ديال البنايات المهددة بالانهيار. فاس ليست منسية، هي محط اهتمام ديال أولا كل المغاربة، ثانيا ديال الحكومة ديال صاحب الجلالة، وفوق ذلك وذاك محط الرعاية الخاصة لصاحب الجلالة نصره الله. وشكرا. شكرا سيد الوزير.